المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شنال. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وفي التمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفيات على القناة ديالي دائما الهام شنال. لاغوسيت ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بالوجه، تحديدا لتبييض البشرة، التخلص من الكلف والنمش، البقع الداكنة، والتخلص من الاسمرار. وصفه غايه في الروعه، كتكون من ثلاثه ديال المكونات. هذه المكونات بساط ورخاص، يعني دائما كنحاول لو ماكسيموم ديالي على حساب الجهد والطاقه ديالي ايضا انني نعمل يعني على وصفات اللي هما سهلين مهلين وبساط ورخاص ويكونوا في متناول الجميع. يعني دائما الوصفات يكونوا بساط. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم كما سبق لي وذكرت هاد لاغاسيت. الى عجبتكم ما تنساوناش بالبارطاج او شير او تشاركوا الوصفه بليتو مع الحبيبات والصديقات ديالكم في لي ريزو سوسيو ديالكم نتوما، في الفيسبوك، في الواتساب، باش هكذا تعم الفائده لجميع الناس اللي كيعانوا من الاسمرار ديال البشره. اذا ممكن تعملوا هاد الوصفه حتى على المنطقه ديال الرقبه او العنق. وايضا الا حتى نتوما عندكم وصفات طبيعيه لتبييض الوجه فخليوها لينا في لي كومونتير، خليو لينا طريقه التحضير، طريقه الاستعمال، المكونات. انا بدوري نجرب الوصفه والا عطاتني نتائج اكيد نجي نبارطاجي معكم الوصفه في القناه. الا بغيتوا وصفات واقتراحات، يعني تقترحوا عليا دي غوسيت نتوما باغينهم، اكيد ما عليكم الا تخليهم لي في لي كومونتير، تخليو لي شنو باغين وانا اكيد ناخذ كل هاد الاشياء بعين الاعتبار. اولا ممكن تخليو لي لي ميساج اون بريفي ديالكم، الاسئله والاقتراحات في لي ريزو سوسيو ديالي، اي فلا باج اوفيسيال فيسبوك وسي في انستغرام وسي في سناب شات، وجميع الروابط نخليهم لكم في الديسكريبشن بوكس ولا في البار دافو اولا في صندوق الوصف. دونك هادشي اللي كاين البنات، بسم الله على بركه الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه، من بعد طريقه التحضير وطريقه الاستعمال. وغادي نبدا باول مكون غادي نحتاجوا ليه، اللي هو الحليب بودره او حليب نيدوغبرا اللي كيجي بهذا الشكل. بالنسبه للحليب ديالي فانا هنا خديت حليب نيدو بودره او غبره. بالنسبه للمكونات يعني الكميه ديالهم كتبقى اختياريه، مثلا هنا حليب نيدو ممكن تاخذوا جوج المعالق ثلاثه المعالق على حسب عدد افراد الاسره اللي غيستعملوا معكم هذه الوصفه. مثلا الا كانوا جوج الافراد ولا ثلاثه الافراد فاكيد غادي تضيفوا كميه كثيره او كبيره ديال الحليب نيدو. كنتو غير نتوما شخص واحد فغير جوج المعالق ولا ثلاثه المعالق فهما كافيين باش تعملوا الوصفه على بشره الوجه ديالكم والعنق. ولا بقى عندكم يعني شويه في الوصفه فعملوا على اليدين ديالكم. فبالنسبه لثاني مكون غنحتاجوا ليه اللي هو عصير الليمون او عصير الحامض اللي كيجي بهذا الشكل. وبالنسبه لثالث مكون هو اخر مكون معنا في هاد لاغوسيت اللي هو النشا او ما يسمى بالمايزينا اللي كيجي بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. دونك هادو هما المكونات، يعني ساهلين ماهلين. بالنسبه لهاد النشا والمايزينا بزاف السيدات كيسولوني عليه، بالنسبه للسيدات اكيد اللي ما كيجربوهش في الوصفات، اما السيدات اللي كيجربوه دائما راه عارفينه. فبالنسبه للنشا هو متوفر في المحلات التجاريه الكبرى او الصغرى، الثمن ديالو جد مناسب، وصدقوني البنات الفوائد ديالو بالنسبه للسيدات اللي ما عمرهم جربوه راه رائع، يعني عن تجربه شخصيه جربوه وردوا عليا في لي كومونتير، يعني غايه في الروعه. فهادو هما المكونات البنات اللي هما الحليب نيدو غبرة، عصير الحامض او عصير الليمون، والنشا او ما يسمى بالمايزينا. فبعد ما تعرفنا على المكونات ندوزو الان طريقه تحضير هذه الوصفه ثم طريقه الاستعمال. غادي ناخذ واحد الاناء بهذا الشكل و غادي نضيف ليه بودره الحليب. ونضيف بودرة النشا نحاول نقرب لكم باش يبان لكم اكثر واكثر.
من بعد غادي نضيف عصير الليمون ونقرب لكم اكثر باش يبان. غادي نزيد نضيف الحليب نيدو وشوية النشا ونخلطوا الكل. نضيف عصير الحامض الكميه المتبقيه عندي بالكامل ونحاول نضيف الان النشا بالكامل ونخلطوا الكل. فبعد ما كتصبح الوصفة بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا كنطبقوها على منطقة الوجه بهذا الشكل، يعني كنطبقوها على بشرة الوجه ديالنا بهذا الشكل هذا وكنخليوها حتى كتنشف لمدة ديال 20 دقيقة او 30 دقيقة، المهم حتى نحسوا بالوصفة نشفات، ومن بعد نغسلوها بالماء الدافئ. وبعد ما نغسلوا الوصفه ديالنا دائما نرطبوا سواء بكريمات سواء بزيوت سواء بزيوت يعني مثل زيت الزيتون وزيت ارغان وزيت اللوز الحلو، لانه صراحه الزيوت الطبيعيه احسن من الكريمات، لانه بزاف السيدات كيقولوا لي اما احسن من الزيوت ولا الكريمات. صراحه الزيوت احسن بكثير بكثير من الكريمات، ولكن الا اكيد كان عندكم شي كريم ديجا نتوما كتستعملوه البشره وكيتواتى معاه فممكن تستعملوه. المهم اي حاجه تقدر ترطب لينا البشره الوجه ديالنا باش ما تعرضوش للشيخوخه المبكره وايضا التجاعيد المبكره، وايضا تبقى البشره ديالنا يعني دهنيه ما تكونش جافه. فهذا الشيء اللي كاين البنات بخصوص هذا لاغوسيت، سهله مهله بسيطه رخيصه، بثلاثه ديال المكونات بودره الحليب نيدو والنشا وعسل الحامض، غايه في الروعه صدقوني البنات. منذ اول استعمال او منذ اول تجربه لهذه الوصفه ولهذه الوصفه غتلاحظوا الفرق، وغتلاحظوا قبل وبعد كما كنقول لكم، يعني النتيجه فوريه وسريعه ومضمونه ومجربه مليون بالمئه. فقط جربوها وردوا علينا في لي كومونتير. ما تنساوناش البنات باللايكات، اشتركوا في القناه، ضغطوا على زر الجرس باش اي فيديو نزلتو في القناه تشاهدوه نتوما الاولى ويجيكم يعني تنبيه بانني حطيت فيديو. وايضا ما تنساوناش بالتعليقات والاقتراحات والاستفسارات والاسئله ديالكم اللي دائما كتزيد تشجعني على المزيد من التقدم والنجاح والعطاء والاستمراريه. وايضا ما تبخلوش علينا باقتراحاتكم لاي وصفه بغيتوها على راسي وعينيا في لي كومونتير ولا في لي ميساج اون بريفي في لاباج اوفيسيال فيسبوك وسي في انستغرام وسي في سناب شات. بالنسبه لمواقع التواصل الاجتماعي ديالي غتلقاوهم في الديسكريبشن بوكس ولا في لاباغ دافو ولا في صندوقي الوصف. وهذا الشيء اللي كاين البنات، نتمنى هذه الوصفه فادتكم وعجبتكم.
نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. خليت لكم مرة حول هنا، والسلام عليكم حتى الفيديو جديد.